أنا كنت أقول لربي يا ربي أسألك يوم القيامة بذنوبي لا تعذبني، لا تعذبني حتى لا يقال ربا رحيما يعذب من يحب، حتى لا يقال يوم القيامة أن هذا فعل الله الرحمن بمن أحبوه. حاشا وكلا أن الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الفعل بأحبابه أبدا. ده بيصور لك ملك الموت على أنه جاي يخنقك. أبدا أبدا، ربنا يهون علينا سكرات أبدا. قلوب العاشقين تعذب، والعذاب هو الوجود في العالم ده، وعذابهم راح لهم بل أعزب. لا تقولي ومصيبتاه، بل قولي وفرحتاه. غدا، غدا يعني مشتاق، خلصوا بقى لسه عدل بكرة. غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. لما جاء ملك الموت إلى إبراهيم الخليل فقال جئتني قابضا أم زائرا؟ قال جئتك قابضا. قال يا ملك الموت، سيدنا إبراهيم بيقول أرأيت خليلا يقبض روح خليله؟ فأوحى الله إلي أن يا ملك الموت قل له أرأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ هي مش قبضة، لا، يقول له أخرجي أيتها الروح الطيبة. سيدنا النبي نفسه اللي بيقول إن للموت لسكرات، قال للسيدة فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم. يعني إيه؟ خلاص خلاص، لو فيش حاجة توجعه تاني، هذا ما اللذات ليوصلني إلى حضرة الذات. فتحول مرار الموت إلى جمال اللقاء. لو لك حبيب يا أخوانا في بلد بعيدة أوي، ها؟ لو لك حبيب في بلد بعيدة أوي وانت رايح له بتبقى عاملة ازاي؟ مع مشقة السفر، جيب بقى المنشدين ونعمل ليلة بليلة، مع انك هتسافر يجي 3-4 ايام في البخرة ولا في الاتوبيس، وتعب عليك صحتك وبرد، وها صح ولا غلط؟ وهتشيل وتحط وبلاد تشيلك وبلاد تحطك، مش دي مشقة جسدية؟ لكن متعة الروح جعلتها اعظم فرحة للانسان في حياته، صح ولا غلط؟ مع انه بيتعب جدا، مش كده؟ كذلك الموت يا عباد الله، كذلك الموت لأهل الله. الموت ما هو إلا حج إلى حضرة الذات. وما الموت إلا إيه؟ حج إلى حضرة الحق، إلى حضرة الرحمن.